لكن قضية أخرى وقضية خرجنا يعني ردود بقى خارج الإطار المصري، وكعادتنا دايما في برنامج الأهلي خط أحمر بنتابع كل شيء حتى ما يدار في البرامج الرياضية العربية، وبنكون دايما مع حضراتكم لأن احنا لا نقبل أي كلام غير منطقي أو غير مقبول يقال أو يتم ترديده عن النادي الأهلي أو عن بطولات النادي الأهلي. وكالعادة يعني اللاعب سابق في منتخب تون، لاعب سابق في نادي الصفاقسي التونسي والترجي التونسي، وطبعا كان مشرف على الكرة في نادي الصفاقسي التونسي 2006، تحدث عن فكرة بطولات النادي الأهلي الأفريقية. وكان الحديث بصراحة يعني من وجهة نظري ما ينفعش إن هو يقال على فضائيات، خاصة لما يكون بدون سند أو دليل. فإحنا هنا هنجيب لك السند والدليل عشان تعرف النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي والطرق اللي بتقود النادي الأهلي لتحقيق البطولات في مجلس إدارته وفي جهازه الفني في لاعبيه وخلفه جماهير هي الأكبر والأكثر شعبية في الوطن العربي. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. وعشان كده الاهلي والزمالك هو الديربي رقم واحد في الوطن العربي. لا مش صحيح. لا لا مش صحيح. دي كل شيء رقم واحد، رقم واحد الكوره رقم واحد، الاهلي رقم واحد، انتم رقم واحد، ما هو زاد العصر. هو الاهلي الاهلي رقم واحد ده خاطر الكاف موجوده في مصر. كاف الاهلي رقم واحد، هو الكاف موجوده في مصر. دي الحجه يا كابتن مصر، دي الحجه. انت النهائي رد على ضد النادي الصفاقسي في تونس، رد على ما كانش الحكم نهارتها خارج السرب. بلاش كلام مرسي يا كابتن مصر، بلاش كلام مرسي. لا هذا كلام صحيح. لا والله هذا كلام صحيح. ارجع الورق الكتير اللي معاك، ارجع اللي منه، ارجع للمباراه تشوف، ارجع للمباراه تشوف. يهديك ربي، يهديك ربي، يصلح تاريخ. هذا هو تاريخ. الشمس لا تغرب غربال. هذا الواقع. الاهلي رقم واحد معروفه، معروفه ليش؟ على خاطر كل الانديه، على خاطر الكاف موجوده في مصر. لا مالهاش علاقه. طب مكان الزمالك، الماكينه كلها موجوده في مصر، الماكينه كلها موجوده في مصر. طب ما كانوا خلوا الزمالك رقم واحد. ايه خاطر الاهلي، خاطر الاهلي عند الماكينه اقوى. اي ماكينه، ماكينه ما عارفينها. ما ينفعش يا كابتن مصر، ما ينفعش يا كابتن مصر. بتتكلم عن نادي كبير ولا بتتكلم عن نادي كبير؟ لا لا، بعد اذنك كابتن مصر، الاهلي خط احمر. لا لا لا، نادي الاهلي. انت قول لي بقى، قول لي يا ودي، نادي الاهلي نادي كبير، ما يستحقليش لي انا باش اقول عليه نادي كبير. نادي كبير. انت بتقول كلام وبتقول عكسه. لا لا، انا اقول لك فهمت. تقول لي ماكينه يا كابتن مصر، ماكينه، وتقول لي الكف. اي موجود، موجود. ده الكلام ده لو اترجم ممكن الكف. لا ما يسالش، خليه يترجم. شنو المشكله؟ نحيني مع شيء، خليني معلق في التاريخ. لا ازاي بس، احنا ما نقولش كلام، ما نلعبش، ما نلعبش ما نلعبش برضو على على الحته. انا ما نخافش، ما نخليش الكاف وما كاف، ما عندي لا كاف، ما خاف. لا بس ماشي يا كابتن مصر، ما تتهمش الناس، ما تقولش اتهامات. انت ما تحبش تقول الواقع عليك. انت حر. ازاي بقى واقع؟ انت هذا واقع. ايه اللي واقع؟ هذا الناس الكل تعرفه، القاسي والداني يعرفوا، حتى حفيظك يغمس فيا يعرفوا. لا شافوا. لا ما غمسش الكاميرا، جايباها ما غمسش. الكابتن ناصر البدوي واضح جدا عنده ازمه، مش بس مع النادي الاهلي، هو عنده ازمه من كره القدم المصريه، وبيضايقه فكره مصطلح ان منتخب مصر رقم واحد والنادي الاهلي رقم واحد. فبيقول لك هو انتوا كل حاجه هتقولوا انتم رقم واحد؟ الارقام بتقول كده. منتخب مصر 7 بطولات قاريه، مع كامل احترامنا لمنتخب تونس اللي بنحترم كل المنتخبات العربية وكل الأندية العربية، والفقرة هنا مش لتشكيك في أي بطولة أي فريق عربي بقدر ما هي في المقام الأول هي دفاع عن حق النادي الأهلي وعن بطولات النادي الأهلي. اللي طبعا لو بنتكلم عن ماكينة النادي الأهلي فهي ماكينة وخلية النحل، خلية العمل اللي بتتوارث جيل ورا جيل، مجلس إدارة ورا مجلس إدارة، جهاز فني بيقود لجهاز فني، لاعبين بتكمل سلسلة المشوار وبيلعبوا بكل إخلاص وتفاني لتحقيق البطولات للنادي الأهلي على مدار تاريخ بطولات النادي الأهلي. لكن الكابتن ناصر البدوي عنده مشكلة مع رقم واحد. ده رقم واحد، النادي الاهلي هو رقم واحد، منتخب مصر رقم واحد، الاهلي الاكثر حصولا على البطولات القاريه 23 لقب قاري، النادي الاهلي الاكثر حصولا على بطوله دوري ابطال افريقيا 10 بطولات، فبيتكلم ان البطولات دي بتحقق لان الكاف موجود داخل مصر. وكان في الصحفي الاستاذ محمد جزار بيقول له ما الزمالك موجود داخل مصر، فقال له ماكينه النادي الاهلي اقوى. هنتكلم عن فكره ماكينه الاهلي اقوى ولا ماكينه الزمالك اقوى، ولكن خلينا نروح للهدف على طول، وهو حديثه عن مباراة نهائي 2006 بين الأهلي والصفاقسي التونسي، وبيتكلم عن فكرة أن في هدفين تم إلغائهم في مباراة العودة. مبدئيا تصحيح، مفيش حاجة اسمها هدفين تم إلغائهم في مباراة العودة، في حاجة اسمها خطأ
في تقييم او تقدير التسلل على احد مهاجمي فريق الصفاقسي التونسي. ليه؟ لان حتى الشك في التسلل حتى لو الكورتين كانوا تسلل فهو هنا الاحتمال، لان صفاره كوفي كوجا سبقت ان اللاعب اصلا يلعب تجاه مرمى النادي الاهلي، فكان عصام الحضري وما ادراك مع عصام الحضري وقتها كحارس مرمى لمنتخب مصر والنادي الاهلي التزم الصمت التام ووقف الكره ولم يحاول اي محاوله على الكرات دي. ففكره هدفين تم الغائهم دي اصلا فكره خاطئه من البدايه، هو كورتين فيهم شك في تسلل تم الغائهم او تم تقديرهم بشكل خاطئ. ولكن احنا بقى هنجيب لك لما يكون الشك مش في فكره محاوله، لا هنقول لك لما الكره تتخطى خط المرمى. وبما ان الماكينه اهلاويه وبما ان الكاف في مصر، فانا اتعادلت في مباراه الذهاب في مصر وقت الكاف ومع الماكينه 1-1، والكره دي انا بعرضها على حضرتك، انا عايزك انت توصف لي الكره دي تقول لي دي شك في ايه. دي كره كانت في الدقيقه الثامنه في بدايه المباراه، الكره لعبها كابتن عماد متعب براسه جت في العارضه او في القائم ومرت بخط المرمى وخرجت. انا عايزك تتاكد، انا مش هقول دي جون مؤكد ولكن اللي هقول لك كمان دي مش جون، لان في عندي معطيات تخليني اقول ان دي نسبه الاقرب انها جون. ليه؟ لان ركز في حارس مرمى فريق الصفاقسي التونسي جواشي وهتلاقي رجله داخل المرمى على خط المرمى اليمين، والكره معديه من غير ما تصطدم او ترتطم برجله، البديهي انها ايه؟ انها تكون هدف. لا يا سيدي، هي مش هدف، هي شك في الهدف. صح، لما يكون بطولات بتؤخذ عن طريق ماكينات وعن طريق تواجد الكاف داخل البلد معينه، فالمفترض بديهيا كده تكون حضرتك مدرك كويس قوي ان الشك في صالح فريق البلد. يعني ايه؟ يعني الحكم لو عاوز يجامل مش هيلاقي لقطه افضل من دي يجامل النادي الاهلي فيها. شك، وان كنا بنقول بوضع رجل حارس مرمى الصفاقسي انها اقرب للجول، لكن هنقول مش جول، شك. هنا بقى لو النادي الاهلي بيتم مجاملته كان الحكم صفر هدف، اعتقد بديهيا يعني. لكن اللي حصل ايه؟ ان المباراه انتهت 1-1، وما شفناش مثلا اللي بنشوفه في بلدان تانية، ان بنكون لغايه الدقيقه الاخيره محافظين على نتيجه ايجابيه ونلاقي ركله جزاء تحسب، هدف يدخل مرمانا. فاعتقد فكره الشك دي واضحه جدا مباراه الاهلي والصفاقسي. لكن اكيد عندنا كلام عن المباراه الثانيه اصلا. المباراة التانية واللي كانت في رادس وكان فيها أحداث كتير جدا، أعتقد التشكيك في بطولات النادي الأهلي ده سمة دايما اللي مش قادر يجاري النادي الأهلي. أنا واثق أن أحيانا أنت بيكون عندك مشكلة أن أنت فكرة اللحاق بمجد وبطولات النادي الأهلي ما يقوس منها بالنسبة لك، فتبدأ تخلق مبررات، وده اللي ما عملوش عصام المرداسي مدافع الصفاقسي في 2006. وكمان اللي هتقدروا تسمعوه وتستخلصوا منه ليه القصة ما كانتش ماكينة خالص، ويمكن الماكينة دي مجرد وهم كده تواجد في عقول البعض. نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا كلام مهم جدا. كناش واعيين بالأهمية بتاع التيتر هذا، لأنه عملنا ماتش اللي ممتاز جدا، كنا قراب برشا انه نروحوا بانتصار من مصر. من وقتها بدات لافولي بتاع التيتر، الناس الكل وكانه حتى احنا في بعض الاحيان ولا بعض اللاعبين فينا حسينا انه بتيتر التيتر سي كونفيرمي تيتر سي غاني. وهذه غلطه، لانه اول مره نوصلوا للنيفو هذاك في ظرف مزيد جدا، معناتها هزينا برشا القاب وصلنا لبعيد في الشامبيونز ليج مع الاهلي المصري اللي على ليبوك الاهلي المصري هي المنتخب المصري. صحيح انا ديجا قلت انه مالوروزمون حتى المسؤولين استعرفوا بهذا انه ما يجيش فينال تاع الشامبيونز ليج، ما نجموش نمشيو للزهره فيه، ما نجموش راهو كي نهبطوا نتعشاو ونلقاو 1000 ومن حقهم جماهير نادي الاهلي الصفاقسي. يقول لك وقتها كيف فرحه المشتركه الناس الكل كانوا يدخلوا، كان لاكسي ليبر معناتها الناس الكل داخلين خارجين، تساكر موجودين غاديك لي فامي تاع اللاعبيه الكل يجي وناس الكل يجيو. يقول مثلا سي مراد بات ما باتش، هذه الحق انا ما نعرفش، لانه انا بيرسون وسام اللي تي اكسلو معناتها هو خذا ورقه حمراء الماتش هذاك. هذا قال كنت حاضر معاهم لا موجود معنا موجود لكن ما نعرفش اسكو شاف سي مراد موجود ولا لا، ما نعرفش لانه سي مراد احنا في العشاء يكون موجود بحذانا، بعد احنا كي نطلعوا للبيوت ما نعرفوش. قال حتى البيوت وقتها، معناها كما قلت انت اكسي ليبر عصام، وبيوت محلوله تبقى ال10 ولا 11 نتاع الليل، والناس داخله خارجه وماكله وفما معناها حاجات. لا مش اسو بوان، كلش اذا كان ملاعبيه ما هماش معناتها ما هماش واعيين بالحدث، لانه احنا بالعكس الملاعبيه الكل، انا نتذكر في الوقت هذاك الملاعبيه الكل في بيوتهم، ما نصورش ثم معناتها ديكور
معناتها ماهمش تابعين الستاف ميديكال ولا ستاف تكنيك ولا يكونوا داخلين خارجين للبيوت، هذه ما نصورهاش. لكن الغلطه كبيره انه مشينا بالحق، عملنا ستاج بتاع الفينال هذايا في رادس وكانت الامور شبه سايبه، الناس الكل ما كناش على راحتنا. هذا خطا من الاخطاء، بوتيتر اخطاء اداريه كما ثم اخطاء فنيه كما ثم اخطاء من اللاعبين، هو خطا مشترك مالوروزمون كلفنا معناتها تيتر غالي برشا على الشخصيه. ده مين؟ ده عصام المرداسي المدافع بتاع الصفاقسي، بيتكلم ببساطه عن اسباب خساره اللقب، اتكلم طبعا المذيع بيكلمه عن حاله النشوه اللي كانت موجوده عند اللاعبين، لان هو قال نفسه ان هي كانت نتاج النتيجه الايجابيه اللي حصلت في القاهره، وهم اعتقادهم كمان ان كانوا يقدروا يرجعوا بفوز. انا بشوف ان كلامه الخاص بان هناك خطا اداري واخطاء اداريه وفنيه، الراجل لم يتعرض للتحكيم خالص وكان سهل يقول ده، ولكن هو وقف عند حتة أنا شفت انعكاسها في الملعب، الرسمة أو التيفو اللي اتعمل لأبو تريكة وهو بيسلم الصفاقسي اللقب، ده كان هو المسيطر على حال جمهور نادي الصفاقسي اللي كان عندهم اعتقاد كبير جدا إن هم حسموا اللقب. وده اللي بيأكد سواء استعرضنا واحد شاهد على الحدث من داخل الملعب أو استعرضنا لقطة الكرة اللي تجاوزت خط المرمى، ده اللي يثبت إن مفيش ماكينة. عشان كده أنا للأسف بقولها العار، كل العار إن يطلع حد من الأشقاء التوانسة اللي مفترض طبعا إحنا لا نأخذ أبدا، علاقتنا بالأشقاء التوانسة جيدة جدا، ولكن اتهام النادي الأهلي في بطولاته ده شيء سيء جدا وغير مقبول وغير واقعي ولا يستند على أدلة. مع احترامي ليك، أنت عندك النادي الأهلي من 82 ل 87 بيلعب 6 نهائيات بياخد منهم 5 بطولات أفريقية، ونفس الوضع من 2005 ل 2013 بيلعب 6 نهائيات بياخد 5 بطولات أفريقية، وشفنا في 2020 و2021 ده النادي الأهلي. فإن حضرتك بتقول ماكينه، ده سلاح العجز. انا مش عايز اروح لحارس مرمى الصفاقسي السابق ناصر البدوي، لان هو حتى انا حاولت لما شفت طريقه، لان انت لازم عشان تقيم حد تعرف طريقه تفكيره، يعني اعرف الاخر اللي هو تحدث حتى اراك. يعني شفت كتير جدا في التصريحات التونسيه ليه، ومش هنقف عند شخصه، ثقب وزعل جمهور الصفاقسي منه نتيجه كلامه عن الافريقي ومناوشات مع رئيس النادي الصفاقسي، فهو واضح ان هو محب لطريقه الشو او الكلام المرسل ده. لكن هنا النادي الاهلي ليه حق بنقف عنده، الخزعبلات الذي يردد لها البعض ده هنا مكان عشان يرد عليها بالورقه والقلم ويحولها لمجرد خرافات. قد يعني يستمع البعض ويقول طب ما ده تأكيد فكرة إن النادي الأهلي في فترة الثمانينات بيحقق 5 ألقاب، وبيحقق من 2005 5 ألقاب، وبيحقق 2001 لقب، يعني 5 ألقاب كان فيهم أبطال كؤوس وأبطال دوري طبعا. ففي النهاية ما ده تأكيد من وجهة نظر الكابتن عصام طبعا، إن هو عصام البدوي، إن هو أو نصر البدوي، والله كابتن نصر البدوي إيه اللي جاب كابتن عصام، كابتن نصر البدوي، إن ده تأكيد إن الماكينة شغالة. فإحنا بنقول لك الماكينة لو شغالة فبنتكلم عن فكرة إزاي نكون في القاهرة في وجود الكاف وبيبقى هدف في المباراة الأولى لا يتم احتسابه، وتعالى كمان لمباراة تالية أو بطولة تالية وبتلعب نهائي بطولة تالية عشان تعرف هي فعلا الماكينة شغالة ولا الماكينة عطلت مع النادي الأهلي تماما على مدار تاريخه الأفريقي. وبالورقة وبالقلم، بما أنك اتكلمت عن بطولة 2006، تجاهلت تماما أمام منافس تونسي آخر، بطولة 2007 مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي اللي تعرض النادي الأهلي لظلما ذهابا إيابا، وكانت الماكينة مش شغالة. نطلع نذكركم ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. لا أنا عايز أتكلم على مباراة الذهاب الأول. في مباراة الذهاب بقى الراجل ده احتسب، يعني جت ركلة جزاء لبركات الشوط الأول وغاض عنها بشكل يعني غريب قوي، والافظع بقى انه ادى انذار لبركات، يعني كمان انت يعني تغاضيت عن ضربه جزاء وطرد اللاعب المخطئ، كمان تدي انذار اللي وقع عليه الخطا، حاجه غريبه جدا يعني. خلينا الاول نشكر فريق الاعداد وناكد على نقطه مهمه جدا، فكره ان انت تجيب اراء خبراء تحكيم في 2007 و2006 وتجيب الكابتن عبد الرؤوف المرشدي حكم سابق، وللامانه هو حكم كان له مواقف مع النادي الاهلي ما كانتش ابدا في صالح النادي الاهلي، لكن ده في صالحنا واحنا بنستشهد بيه مع الاخطاء اللي حصلت في مباراه الاهلي زمان، ان هو بيتكلم عن مباراه 2007 عن وقعه من وجهه نظري كارثيه
ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لا يختلف عليها اثنين مع لاعب محمد بركات تطلع فايز بنسبة كبيرة جدا تفوق 90% لو سجلت ركلة الجزاء 1-0 هناك في تونس. وكمان الأصعب الإنذار اللي خده محمد بركات حرمه من أنه يلعب النهائي اللي موجود في القاهرة مع الماكينة. ومحمد بركات كان وقتها قبلها بموسم هو أفضل لاعب داخل أفريقيا بي بي سي، وكمان كان هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومع ذلك الأمور بتمر مرور الكرام والنادي الأهلي ولا جماهير النادي الأهلي ولا إعلام النادي الأهلي بيتحدث بأي شيء مسيء لنادي النجم الساحلي، وبيعتبر الأخطاء دي هي أخطاء تحكيمية حتى لو كانت فجة. الفكرة ما وقفتش عند مباراة الذهاب، كان في مباراة العودة في 9 نوفمبر 2007 وأنا بشوف أنه 9 نوفمبر الأسود في تاريخ التحكيم الإفريقي، لأن العرجون كان على موعد مع النادي الأهلي في مباراة فيها فجور تحكيمي واضح كبير جدا، لما كان النادي الأهلي ليه وقعتين ركلتين جزاء، واحدة لمحمد أبو تريكة وواحدة لشديد إناوي، وكان تدخلات العرجون حتى في الطرد، حتى هو كان نازل المباراة واضح إن عنده أهدافه. يمكن كمان كنت بشوف بمناسبة بقى الماكينة، يعني خلينا نتكلم بالعقل، يمكن أسامة كلمكم في فكرة توالي البطولات وإحنا بنتكلم في بطولة. النادي الأهلي في الفترة دي كان عنده منتخب مصر، كان عنده جيل، تعالى قارن كده أي فريق تاني، لا أنت بتتكلم في إيه؟ فأنا في رأيي بشكل كبير جدا كان خسارة النجم الساحلي 2005 وخسارة الصفاقسي في 2006 كان يصعب قوي 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 على إفريقيا والكرة التونسية أن يبقى اللقب الثالث على التوالي على حساب نادي تونسي. لو بنتكلم على الماكينة، لا الماكينة في اليوم ده كان، أنا ما بشككش، ولكن إحنا شفنا حالات لو هنتكلم على ماكينة وحنأول الأحداث وفقا لنفس طريقة الاستنتاج، لا فكان واضح جدا إن كان في رغبة متعمدة إن ما يكونش النادي الأهلي بطل لتالت بطولة على التوالي على حساب فريق تونسي، ويمكن ده اللي مزعلك. عشان كده نشوف الفيديو ده وأيضا الحكم عبد الرؤوف المرشدي وهو بيتكلم عن كيف ظلم العرجون النادي الأهلي، نشوف الفيديو. لا ده العرجون ده بقى حاجة يعني حاجة تانية خالص. يعني نيجي بقى للوقعة بتاعت أبو تريكة. أبو تريكة تخطى المدافع بتاع تونس، عرقلة تستحق ركلة جزاء وطرد لاعب تونس، يعني انفراد خلاص. قال له العرجون ده حاجة تانية خالص، ده العرجون ده حاجة ماكينة خالص يعني. ودي ضربة جزاء، في صورة لو نعرضها، ركلة جزاء أيضا لأحمد شديد إناوي كانت في نفس المباراة تحت أنظار العرجون. أهي الكرة، إناوي جزء كبير من جسمه داخل منطقة الجزاء ولم تحسب. هكذا كانت الأمور، وهكذا حرم النادي الأهلي من ثالث بطولة على التوالي على حساب فريق تونسي. وحطوا تحت الموضوع ده 100 خط، لأن دي قناعتي التامة إن كان صعب جدا إن يتم القبول بفكرة ثالث تتويج على التوالي على حساب فريق تونسي. لا أنا قناعتي التامة إن هو في مشكلة في ثالث تتويج عامة، جت بقى فريق تونسي جت فريق غير تونسي، هو في مشكلة في تتويج ثالث، لكن ربنا يستر. لا ان شاء الله، ما هو كايزر تشيفز مش تونسي ولا 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 شمال افريقي، فخلينا نتكلم في هدوء يعني. لكن الفكره كلها السؤال اللي احنا ما زلنا مصرين نطرحه من بدايه الفقره، ازاي يكون في ماكينه شغاله في مصر وانت بتتعرض لاخطاء تحكيميه في مصر؟ فوارد نقول ان فريق صفاقسي تونسي او في شمال افريقيا بيتمتع بقوه على حد تعبيرات او فهم الكابتن ناصر البدوي أو فريق النجم الساحلي، لكن كمان يكون الأمر أمام فريق مع كامل احترامنا ليه والله كانوا بيلرز النيجيري، ويتم ظلمك في ملعبك في دوري أبطال أفريقيا في 2009 في دور ال 16. دي كرة الهدف الأول اللي سجله كانوا بيلرز النيجيري في مباراة العودة بين مع الأهلي، وكانت مباراة الذهاب انتهت 1-1. أعتقد الصورة مش محتاجة لخبير تحكيمي ولا محتاجة لأي شرح. محمد سوكونجو طبعاً تسبب في الغاء او احتساب هذا التسلل هدف، وطبعا كان في خطا بعد الهدف ده من لاعبي النادي الاهلي، فاصبحت النتيجه 2-0. لكن قدر فلافيو وبركات يرجعونا للمباراه 2-2. لكن 2-2 في القاهره معناها وداع النادي الاهلي من دور ال 16. عارف يعني ايه بطل افريقيا
حامل اللقب يخرج مع فريق تصنيفه بعيد تماما عن النادي الاهلي وهو فريق كانو بيلرز النيجيري ويكون فيه هدف تسلل لفريق كانو بيلرز النيجيري في المباراه دي والنادي الاهلي لم يخرج من دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا من 2009 كان اخر مره خرج ليها سنه كام؟ 1990 بركلات الترجيح امام فريق الترجي التونسي برضه. فتخيل من 1990 ل 2009 ما كانش النادي الاهلي بيخرج من دور ال 16. الماكينه دي ما كانتش قادره تزق النادي الاهلي انه يعبر كانو بيلرز في فكره فقط لا غير، مش تدي النادي الاهلي اكتر من حقه، تمنح النادي الاهلي حقه وترفع بس الظلم والاخطاء التحكيميه عن النادي الاهلي. اعتقد دي المباراه الثالثه في القاهره اللي بنستعرضها من 2006 اللي بيتم فيها اخطاء تحكيميه. مباراه الصفاقسي وهدف، يعني شفنا رجل حارس مرمى الصفاقسي على خط المرمى والكره بتعدي من خلف رجله. المباراه الثانيه مباراه النجم الساحلي اللي كان فيها ركلتين جزاء لمحمد ابو تريكه وشديد قناوي في 2009 مباراه كانو بيلرز، وايضا هدف تسلل واضح ضد النادي الاهلي. طب ده 2009، نروح تاني ل 2010 وخد بالك احنا ماشيين جايبينها لك سنه بسنه. 2008 النادي الاهلي كان حامل لقب بطل. وكان البطل. لو عندك اي خطا تحكيمي حدث في المباراه، اي مباراه للنادي الاهلي ساهمت ان هو يتخطى دور مش من حقه، منتظرين انك ترد، لكن بالتاكيد مش هتلاقي رد لان احنا باحثين كويس جدا وعارفين كويس جدا النادي الاهلي بيحقق بطولاته ازاي، مش زي ما انت فاهم. لكن في بطوله 2010 ودي البطوله بقى الشهيره، البطوله اللي كان فيها يعني خطا تحكيمي فادح بشكل كبير جدا، ده موجود في تاريخ التحكيم الافريقي بشكل عام، هنتكلم فيه في مباراه العوده. ولكن البعض في مباراه العوده وهي ايد انرام بيقول لك ايه المشكله يعني، ما انت محمد فضل لاعب النادي الاهلي في مباراه الذهاب سجل هدف بايده، وتحاول تقنعه تقول له في فارق كبير جدا بين لاعب طايره ولاعب كره قدم الكره ارتطمت بايده، يقول لك لا هو متعمد. تمام، خلينا نروح لمباراة الذهاب ومباراة العودة لأن عندنا فيديو مختلف تماما وبيؤكد أن النادي الأهلي في مباراة الذهاب اللي انتهت 2-1 اللي فيها هدف جاف إيد كابتن محمد فضل في مشكلة وتجني واضح وظلم واقع على النادي الأهلي من الأخطاء التحكيمية. تعالوا نشوف الفيديو كابتن جمال غندور ونرجع نعقب. أهي هنا أهي خلاص واضح بالنسبة لنا، أدي الإيد أهي ومحدش يقول مش متعمدة لأن الإيد هي اللي راحت للكورة. التعامل ممكن. اذا الهدف الاول ده غير صحيح. بص وهي الكره بتطلع وقت جمعه ممسوك ازاي؟ بص ممسوك ازاي؟ متكتف ازاي؟ كمل وبعدين حتى ما ادالوش فرصه ان هو يشارك في اللعبه وهياخده اهو وينزل بيه بس كل ده اقف. ده خطا كبير ارتكب خطا قبل التسجيل، كان يجب قبل احتساب الحاله يعني. كان يجب احتساب هنا ركله حره مباشره اهو واخده في ايده لصالح وائل جمعه والصفاره هتطلع هنا فاول، يبقى اذا ما كانش هيتسجل هدف. اذا هذا الهدف ايضا غير صحيح. احكم على التعمد انه لاعب شايف سكه الكوره وتعمد انه يترك ايده في سكه الكوره، مش كمان يحطها، يترك ايده في سكه الكوره، هو شايف خلاص، هو شايف الكوره رايحه فين، يبقى هو بص ايده كانت فين وهي الكوره على الارض، تمشي واحده واحده معاها، كانت اهي طلعت ايده وودى ظهره عشان يوحي للحكم ان هو يعني مش شايف. دي ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. هنا ادي فضل اهو اتزق خلاص، هنا في ركله جزاء. انا ما بديش اتاحت فرصه، ادي اتاحت فرصه لمين؟ هو في اتاحت فرصه او في فرصه افضل من ركله الجزاء؟ انتوا جايبين جمال الغندور، وجمال الغندور حكم مصري، فبالتاكيد بما انه حكم مصري هينحاز للفريق المصري، فاذا بالكابتن جمال الغندور بيتكلم عن فكره هدف محمد فضل، محدش يقول لي ان هو مش متعمد، الهدف غير صحيح للكابتن محمد فضل. يعني ايه؟ يعني جايبين خبير تحكيمي بيقول اللي لينا واللي علينا، وبدأ ان هو شال من النادي الاهلي هدف، فتعتبر النتيجه اللي كانت 2-1 كانت هتبقى 1-1، لكن قال استنى طالما قبلت برأيي هنا لازم تقبل برأيي هنا. في هدف الترجي واضح جدا والصوره واضحه جدا ان في شد واضح للكابتن وائل جمعه، والكابتن وائل جمعه كان مفترض متداخل في اللعبه ويقدر يتعامل مع اللعبه، فبالتالي هدف الترجي غير صحيح. فالمفترض لو احنا لغايه دلوقتي بنتكلم في عداله تحكيميه وافترضنا وجود فار موجود في البطوله العربيه كان هو متواجد في المباراه دي، هنقول ان النادي الاهلي حتى هذه اللحظه 1-0. كفايه كده؟ لا مش كفايه كده، في ركلتين جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء لمحمد فضل وركله جزاء من لمسه يد واضحه، وجبنا لكم الصوره ازاي كانت ايد مدافع الترجي
جنبه والكرة على الأرض. أول لما فرانسيس رفع الكرة كان إدى ظهره ومد إيديه وأعاق الكرة، وبالتأكيد ركلتين جزاء احتماليتهم في تسجيل الأهداف أكبر بكتير. فبالتالي أنت مباراة طالع منها 2-1 كنت تقدر طالع كاسب كسبان 3-0، فالموضوع كان يعتبر منتهي حتى لو مباراة العودة كان فيها إيد إنرامو وفارس. إيد إنرامو لو رحنا عندها هي ما كانش فيها إيد إنرامو بس، هي كان فيها طرد بركات المبكر وأربع إنذارات للاعبي الأهلي وسماح للاعبي الترجي بإضاعة وقت بشكل غير مسبوق، ولقطة إنرامو اللي خلدتها الكرة الإفريقية كوقعة هي تكاد تكون من أسوأ الوقائع في تاريخ التحكيم الأفريقي. وفاكر أيامها شكوى النادي الأهلي وتصعيده مع الكاف، ورد الكاف في النهاية إن هو لم يثبت له إن الحكم متواطئ، ده اللي كان بيتكلم فيه النادي الأهلي في 2010. نشوف فيديو الحكم جمال الشريف وهو بيحلل مباراة العودة وجريمة إيد إنرامو، اللي أعتقد لو بنتكلم عن ماكينة فهذه الوقعة يعني إحنا بنقول وصمة وسبة في جبين التحكيم الإفريقي، وكمان ضربة جزاء لجده. نطلع ونشوف التحليل ونرجع نعقب. آخر من لعب الكرة ليست حتى هذه اللحظة، في اللحظة التي ساق فيها المهاجم فريق الترجي الكرة باتجاه ركلة ركنية هو الذي لعب الكرة، لم يلعب شريف عبد الفضيل الكرة نهائيا، لم يلمسها. وفي الهدف لا تعتبر الحكم المساعد له مسؤولية كده. عليه مسؤولية، لكن الحكم الساحة أولا نتحدث عن حكم الساحة صاحب مسؤولية الكبرى، يقف في موقف صحيح لحظة تنفيذ الكرة تماما، لكنه يجب عليه التحرك هنا. كافة اللاعبين تحركوا، اللاعب الذي جاء مايكل إنرامو جاء من الخلف، كان يتوجب عليه أن يقرأ اللاعب الذي جاء من الخلف ليلعب الكرة كيف لعب الكرة، حتى عملية القفز باتجاه الكرة هناك حتى إن لم يرى الحادثة ويجب عليه أن يراها يستطيع أن يتكهن بها، يجب أن يقرأ الحدث بأن هذا اللاعب الكرة كانت بعيدة عن متناوله، لا يستطيع أن يصل برأسه إلى الكرة. أعتقد هناك كان مسك والحكم أقر في ذلك، لكن أنا أعتقد بأن المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء. خليل الشمام يمسك بذراع جده، جده كان يقف تماما على خط منطقة الجزاء أو كان جزء من جسمه خارج، لكنها كان يده أو عملية المسك تمت داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم كان بعيد. الحكم أعتقد في هذه كان قريبا لكنه لم يستطع أن يحدد، وأعتقد هنا على الحكم المساعد أن يساعده بعملية تقييم أن المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء وليس خارجها. نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط، وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقة الجزاء، وأنا أعتقد كان يمكن أن يعطي ركلة جزاء في الدقيقة 50. لكن احنا نشاهد هذا بالتصوير البطيء، الحكم ما عندوش تصوير بطيء 100%، لكنه نحن بعيد ما عندوش تصوير بطيء، عنده كرة طويلة يعني كانت كرة طويلة. الحكم المساعد الذي يقف على خط متوازي مع خط منطقة الجزاء الموازي لخط المرمى قادر على تقديم العون في هذه الحالة وهذا دوره. يعني احنا عندنا لقطة إنرامو الفاضحة وطرد بركات والأربع إنذارات وإضاعة الوقت، ولقطة جده اللي كمان كابتن جمال الشريف شاف الحكم كان قريب فيها وحكم المساعد على نفس الخط وزاوية الرؤية واضحة. هنا كان النادي الأهلي بيتعرض لعملية ممنهجة زي ما بنكلمكم. أنت في فترة، أنا في رأيي النادي الأهلي في الفترة ما بين 2005 ل 2013 كان يقدر يحصد أغلب البطولات في الفترة دي على مدار كل سنة. شفت تعطلت إزاي في 2007 2009 وبتتعطل في 2010 بنفس الطرق. النادي الأهلي بقى اللي كان عنده معركة في 2010 تيجي تشوف في 2017 وبيتم إيقاف لمبتي مدى الحياة بسبب التأثير بشكل غير قانوني على نتائج المباريات، مباراة جنوب أفريقيا والسنغال نوفمبر 2016. أعتقد لو بنتكلم عن ماكينة هنا الموضوع باين جدا، مين الحكم اللي كان ليه تدخلات بالشكل ده، وأثبت الوقت أن النادي الأهلي كان صح لأنه هو كان حكم فاسد. النادي الأهلي لم يعرف ماكينة. أهلا بحضراتكم من جديد، واستكمالا للفقرة السابقة والحديث عن بطولات الأهلي الأفريقية، وطبعا زي ما احنا بنؤكد عارفين كويس قوي النادي الأهلي بيحقق بطولاته ازاي، والحديث عن فكرة وجود الكاف في مصر استعرضنا قبل الفاصل أربع مباريات كان فيهم ظلم تحكيمي واقع على النادي الأهلي. الصفاقسي 2006، النجم الساحلي 2007، كانوا بيلرز 2009، وكمان
الترجي 2010 وحاليا وصلنا لسنة 2011 والنادي الأهلي بيدخل يلعب المجموعات والنادي الأهلي عنده مباراة ما فيهاش جماهير أو بدون حضور جماهيري أمام الوداد البيضاوي المغربي والنادي الأهلي بيفاجأ بهدف من تسلل. ممكن نعرض الصورة. طبعا الهدف ده داخل فيه مهاجم فريق الوداد مع كابتن شريف عبد الفضيل وارتطمت الكرة بكابتن شريف عبد الفضيل وده كان الهدف الأول من تسلل لفريق الوداد. المباراة انتهت 3-3 وطبعا سجل أهداف عماد متعب وائل جمعة ودومونيك وفقد النادي الأهلي نقطتين غاليتين بشكل كبير جدا على أرضه في القاهرة عشان تكون المباراة الخامسة حتى هذه اللحظة أخطاء تحكيمية في القاهرة في وجود الكاف في القاهرة في وجود المباريات اللي على أرضك والماكينة. كمان عندنا الترجي برضو كان معانا الترجي ومجموعة صعبة يعني ما فيش مجال لأخطاء تحكيمية لأن فقدك النقاط هيأثر في حظوظك على التواجد والصعود على المجموعة. هدف الترجي لو نستعرض تسلل واضح جدا جدا في صورة تانية كمان بتوضح بشكل أكبر يعني ما فيش مجال أن أنت ممكن تستوعب أن الهدف ده المباراة دي فين؟ المباراة دي برضه على أرضك وده المهم جدا وده اللي احنا بنتكلم فيه. المباراة دي على أرضك ومباراة الوداد على أرضك لأن كمان زي ما اتكلمنا في نقطة مفصلية فكرة أن أنت خارج الأرض ممكن صاحب الأرض بيحصل دايما أحداث تحكيمية إنما على أرضك ويحصل كده أي ماكينة بقى بنتحدث عنها. لو الأخطاء التحكيمية دي لم يقع فيها التحكيم الأفريقي في مباراة النادي الأهلي على أرضه سواء مباراة الوداد أو مباراة الترجي كان النادي الأهلي تخيلوا تصدر المجموعة دي لكن النادي الأهلي خرج بالمواجهات المباشرة نتيجة التعادل مع الوداد 3-3 في القاهرة والتعادل في المغرب 1-1 وصعد الترجي والوداد ثم استكملوا المسيرة وصعدوا للمباراة النهائية وحقق فريق الترجي البطولة. فتخيل النادي الأهلي كان ممكن يتصدر البطولة دي وخير دليل للكابتن ناصر البدوي كلام الكابتن نبيل معلول لما كان في لقاء بعد المباراة دي وقال كان مهم جدا ان انا اطيح بالنادي الاهلي من دور المجموعات لان النادي الاهلي في النهائيات صعب بل صعب جدا المراس واعتقد كلامه اتحقق في 2012 وهي دي فكرة الفريق البطل اللي مش هيقف عند اي خطأ تحكيمي هتطلعني في 2011 هتلاقيني بحقق البطولة في قلب رادس في 2012 حتى لو كان في ايد انرامه في 2010 انا قادر على نفس الملعب احقق البطوله اداء ونتيجه واعتقد الجميع شاف مباراه النادي الاهلي امام الترجي التونسي في 2012 واحقيه النادي الاهلي في اللقب اللي كمان النادي الاهلي حقق 2013 وهنا كمان وانت بتحقق البطوله انت بتتعرض لظلم تحكيمي ولكن المره دي مش في القاهره المره دي في جنوب افريقيا متقدم 1-0 بتسجل هدف وبيجي كمان احمد عبد الظاهر يسجل هدف تاني ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل. تعالوا نشوفوا الفيديو ده ونرجع بعد الفيديو ونعقب حتى بطولات النادي الأهلي وهو بياخدها بيتعرض لأخطاء تحكيمية حتى المدرب نفس الشيء معناها محمد يوسف فيه شيء من الأحباط لا ما يلزمش يكون هناك أحباط النادي الأهلي لعب مباراة كبيرة النادي الأهلي لعب مباراة بطولية مش من السهل كأنك تتعادل مع أورلاندو بيراتس على أرضه أمام جمهوره بهدف لهدف النادي الأهلي هو مسك بزمام المباراة ونقول أنا لولا الخطأ الكبير اللي قام به معناها الحكم المساعد في الهدف الثاني ممكن النتيجه تكون 3 و4 اهداف خاصه بعد نزول دومينيك خاصه دم. لأن المساحات كانت موجوده ودومينيك كان بامكانه باش يسجل هدف ثاني وثالث ورابع في تلك المباراه يعني ما يلزمش يكون هناك احباط وخاصه في التحضير المباراه القادمه ما يلزمش يكون تحضير كلي هجومي علاش نقول ما يلزمش يكون تحضير كلي هجومي نتيجه 1-1 0-0 في القاهره في ملعب مقاولون العرب النادي الاهلي يفوز بالبطوله. كابتن ناصر البدوي شهادة تونسية من الكابتن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي الأسبق وبيتحدث عن فكرة أن المباراة بسبب خطأ تحكيمي بدل ما تروح لاثنين وثلاثة صفر راحت لنتيجة 1-1 يعني حتى وانت بتاخد بطولة انت كمان في المباراة النهائية بتتعرض لظلم تحكيمي والنادي الأهلي ما بيرتكنش لده زي ما وضحنا لحضراتكم فدي كمان يا فارس حتى وانت بتحقق البطولة في اخطاء تحكيميه ضدك طبعا وكمان 2013 يمكن مع اورلاندو احيانا بقى في اجيال كانت مش في حمل اخطاء تحكيميه تقدر تعوضها وده فرق مهم جدا يعني عندك يمكن جيل 2013 قدر يعوض انما جيل 2016 كنت في مجموعه فيها اسك وزيسكو والوداد لو استعرضنا مباراه 3-2 امام زيسكو بنشوف 3-2 لصالح زيسكو هدف اوفسايد
تماما هدف اوفسايد كامل في بطولة 2016 لصالح زيسكو. والنادي الاهلي اللي خرج ثالث المجموعة. لو شفنا كمان مباراة الوداد اللي ايضا كان في المجموعة مع اسك وزيسكو والنادي الاهلي، كمان ايضا ازاي النادي الاهلي اللي كان ممكن يصعد تاني المجموعة خرج ثالث المجموعة نتيجة برضو اخطاء تحكيمية في مباراة الوداد. نطلع ونشوف الفيديو. هل تمام؟ احنا معانا كان الوداد ايضا كابتن مؤمن زكريا، هدف صحيح كان امام الوداد، وايضا كان اخطاء تحكيميه في بطوله 2016. نشوف الفيديو جاهز كده معانا، نطلع ونشوف. وهنا الاعاده التي تؤكد بان الحكم اخطا في قراره وان هذا الهدف كان هدفا صحيحا للاهلي، لم يحتسب من حكم اللقاء الذي ربما حرم الاهلي من هدف صحيح وربما حرم الاهلي من نقاط ثلاث، رغم ان الوداد كذلك قدم مباراه كبيره وكان الاقرب للتهديف. يا كابتن ناصر، كان مباراه الوداد في دور المجموعات انتهت بالتعادل السلبي، كان بيحكمها التونسي يوسف السريري، والنادي الاهلي ايضا كان ليه هدف مستحق وواضح لصالح مؤمن زكريا، ما فيهوش اي شبه التسلل، وبيتحرم النادي الاهلي اللي بيخرج ثالث مجموعه مع انه كان يقدر يصعد برفقه الوداد في 2016. بس هنا بقى مش في القاهره، هنا كانت المباراه في برج العرب، ولو رتبنا المجموعه لو تم احتساب الهدف الصحيح ده كان النادي الاهلي مش هيتصدر، لكن كان هيصعد ثاني المجموعه على حساب فريق زيسكو، وده طبعا كان في 2016. بالتاكيد في بعض البطولات انت بتقدم اداء سيء لا يعني يدفعك لفكره مواصله المشوار، ولكن بما انك بتتكلم عن الماكينه فبنوضح لك قد ايه الماكينه دي شغاله ضدنا طول الوقت او معظم الوقت، عشان ما ينفعش نقول طول الوقت. وعندنا موضوع ثاني بنتكلم في الوداد 2016، بنيجي بقى الوداد ثاني 2017 ومباراه نهائيه، والحكم اللي يعني بالنسبه لي الاثيوبي بيعمل لي ازمه بملكه سامية. يعني الحقيقه في كره مع وليد ازارو اللي على طريقه عمرو السوليه في مباراه مصر والجزائر في البطوله العربيه بيسبق، ولكن مدافع الوداد المغربي بيطيح بقدم وليد ازارو، وبنتم حرماننا من ركله جزاء واضحه وصريحه لا تقبل جدال او نقاش، وبتنتهي المباراه 1-1 عشان نروح نلعب، وافضليه تامه لفريق الوداد اللي قدر يكسب في المباراه العوده 1-0، وبيفقد النادي الاهلي لقب وبطوله غاليه جدا. ده لغايه كام؟ 2017. لكن 2018 حكايات، ام المعارك 2018، وهنا بقى يعني كانت احداث كبيره جدا، واعتقد بقى لو الكاف كانت مساندته للاهلي كنا لازم نشوفها في اللحظات اللي زي دي. بطوله 2018 اللي حسمها الترجي على حساب النادي الاهلي في تونس شهدت احداث كتير جدا جدا، والمباراه كانت معقده وشهدت مباراه اصلا الذهاب تدخلات واحداث وبيانات من الكاف. كل ده هنروح فيه رحله 2018 عشان اي عاقل ببساطه جدا لا نشكك في احد، وما تدخلناش في حاجات ممكن نتكلم فيها عن نهائيات كانت ما بين بعض الفرق برضه ما تناولناش ده، ولكن بنتكلم لسه بالنهائي بس. انت ليه رايح على النهائي؟ اصل هما في البطوله دي خطأين، خطأ مع والاثنين مع الترجي. عندنا دور المجموعات ممكن تبدا بيه في 2018، دور المجموعات وهدف لكابتن مروان محسن. طبعا نقدر يعني عندنا فيديو يا شباب للكابتن مروان محسن، ونطلع الفيديو معانا، الفيديو نطلع الفيديو كله جاهز. الان اكثر وضوحا الحاله كابتن وائل، انا شفتها مش تسلل يا محمد، بس قلت لك موقف الحكم مبين ان اللي هو مش شايف اللعبه صح، انما الكره سليمه 100% وشفناها في الزاويه القريبه جدا، موقع خطا مساعد متأخر، مساعد متأخر غلط، مش شايف اللعبه متأخر تماما، متر تقريبا عن الخط، مش شايف اللعبه تماما. بص موقفه المفروض يبقى مع الخط او كمان لقدام كمان، انما هدف صحيح 100% طبعا. كابتن طارق نفس رايك؟ هدف صحيح. طيب ما زلنا بنستكمل الاخطاء التحكيميه في ملاعبنا ما بين القاهره وما بين برج العرب،
مع الفرق الأفريقية والفرق العربية، بنحترم الجميع، لكن بنوضح أن النادي الأهلي مش هو النادي اللي يتقال له أصل الماكينة موجودة في القاهرة وإحنا بنستعرض الأخطاء دي. وأعتقد يعني الكابتن طارق دياب، وأعتقد بنجيب نماذج ونجوم توانسة بيتكلموا عن فكرة أحقية النادي الأهلي في الأهداف دي، فهدف صحيح وواضح جدا. يمكن رحنا كسبنا بهدف وليد أزارو في مباراة العودة، لكن كان ممكن وارد جدا بشكل كبير هدف زي ده يعرقل مسيرة النادي الأهلي زي أهداف 2016 و2011، ولكن صعدنا للنهائي. بس هل واحنا في النهائي عدينا برضو كده؟ لا، ده كان في قبلها الواقعة الخاصة بريميرو دي أوجوستو مع النادي الترجي، يعني ده صعود بقى الترجي للنهائي. الترجي وصل للنهائي طبعا، تجاوز بريميرو دي أوجوستو وسيكازوي وإيقاف سيكازوي، وكانت قصة كبيرة جدا أعتقد كلنا عشناها وعصرناها. يعني لا حديث عن الماكينة، انت لو فاكر الاحداث دي اتشالت من دماغ البعض، يا ما بتتشالش من دماغنا. وانت فتحت ملف اعتقد عليك كتير اكتر مالك فيه، نشوف التونسي الاسطورة اللي بنكن ليه كل الاحترام كابتن طارق دياب، وهو بيتكلم عن الترجي وبريميرو دي أوجوستو وهو كراجل تونسي بيقول ايه. هذا خطأ آخر، وسيكازوي لم يحتسب هذا الهدف، كان على حق أم لا؟ هذا السؤال أيضا يطرح كابتن طارق. الهدف هذا الثالث شنو هدف؟ الهدف الملغى، أي رأيك فيه؟ ما شفتوش أنا وقتاش سجل. ها ما شفتوش وقتاش سجل الهدف هذا؟ حتى الحكم ما شافوش. حتى الحكم ما شافوش الهدف هذا. لا بصراحة اليوم أخطاء، نقولوها بصراحة كان ممكن يخرج الفريق من الشامبيونز ليج. ما عطيتنيش رأيك في الهدف هذاك. هدف 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 ما نكتبوش على روحنا. هذا واضح هدف، ما نقول أخطاء فادحة، يعني كرة سهلة في دي. واضح أنه تأثر بالهدف الأول وتأثر بالهدف الثاني وبهدف الذهاب. بالهدف الذهاب واضح مش إشكال. بشهادة كابتن طارق دياب ان كان بالنسبه له التحكيم غير طبيعي في المباراه دي، وكان الطبيعي ان الترجي يخرج واصلا ما يوصلش ان هو يقابل النادي الاهلي في النهائي، وكان بشكل واضح تفسيره بيضحك على اللقطه دي. كانت البطوله اللي خسرها النادي الاهلي امام الترجي في النهائي. مستمرين مع الكابتن ناصر البدوي وهو بيتكلم عن ازاي بطولات النادي الاهلي في القاهره او سببها ان الماكينه موجوده في القاهره. البطوله دي أو النهائي ده تحديدا بينسف أي شيء متعلق بفكرة الماكينة ووجود الكاف في القاهرة، لأن الفكرة مش بتواجد الكاف أو مقر الكاف، الفكرة بالشغل اللي ممكن يحصل داخل الكاف. نطلع نشوف فيديو طبعا وديع الجريء ونرجع نعقب، لأن ده هيحسم الأمر تماما. نشوف الفيديو. مش الأهلي المصري شكون اللي ديفوندي الإسبيرانس؟ وشكون اللي بعث المراسلات باش أزارو يتعاقب؟ وشكون عاقب الإسبيرانس؟ لجنة المسابقات لرئيسها سي طارق بوشماو. عاقب الاسبيرونس؟ اي بيان سور. يزي مسكت. شكون قال انتردير لاكسي او غرادان سوبيريور اي انفيريور فيراج في ماتش الاهلي وعاقب الترجي؟ هي لا كوميسيون دي كومبيتيسيون اللي ترأسها سي طارق بوشماو. شكون عمل ان رياكسيون فيولونت؟ سي لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول. شكون بعث لي كوري هام كيل بطاطا باش تعاقب ازارو باش وحده يرجع في القرار؟ هي الجامعه التونسيه لكره القدم. ببساطه شديده الاستاذ وديع الجريء رئيس الجامعه التونسيه كان داخل انتخابات مع طارق البشماوي وله تاريخ كبير مع خدمه فريق الترجي التونسي، بيتكلم بوضوح ان هو السبب في معاقبه وليد ازارو قبل مباراه النهائي بين الاهلي والترجي 2018. بتباهى عادي جدا، فين الكاف؟ موجود في القاهره. مين اللي اشتغل؟ الاستاذ وديع الجريء. وبالتالي تم عقاب وليد ازارو، تم كمان اتهام المدير الفني للنادي الاهلي بالتواطؤ من قبل رئيس الكاف نفسه، واتلعبت المباراه في مدرج كان المفترض فيه عقاب على فريق الترجي التونسي، ولكن مين اللي شال العقوبه؟ الاستاذ وديع الجريء رئيس الجامعه التونسيه. ثم ياتي الاستاذ ناصر ويقول لنا الكاف في القاهره والماكينه في القاهره، بس هو قال ماكينة الأهلي أقوى من ماكينة الزمالك. هي دي، يعني هو كمان في حواره أنت عارفين ما بنحبش نبقى ماشيين أو نحب نقفل معاكوا إلا وإحنا مش سايبين حقنا في حاجة، لأن النادي الأهلي بيديك المساحة اللي أنت ترد على كل حاجة.
هنا لما اتقال طب ليه الزمالك ما كانش بيستفيد، قال لا ده ماكينه الاهلي اقوى من ماكينه الزمالك. ببساطه النادي الاهلي والنادي الزمالك المباراه الوحيده اللي حصل فيها لغط تحكيمي كانت مباراه السوبر 94. لو نشوف الفيديو معانا في السوبر الافريقي كانت مباراه بطرس ماتابيلا اللي تم ايقافه بعد كده بواقعه الفساد في 2004. في 2004 طبعا طرد الكابتن محمد يوسف لما قال له اطلع من الملعب، وكان تفاصيل كبيره جدا واكتر من طرد في المباراه دي لم يحتسب. لو بنتكلم على الماكينه، حتى ماكينه النادي الاهلي عمرها ما اشتغلت لا في افريقيا. ماكينه النادي الاهلي هي جهده وجهد ابنائه، مجالس ادارته، ابطاله والعظماء، وجمهور النادي الاهلي اللي بيعرف يجيب حقه.